اس عشق میں مر جاوا. انتي محظوظة لاني ماني حماتك الحقيقي، ولهيك سكبت عليكي مي بدال البنزين. بتعرفي لو كنت حماتك الحقيقية انا كنت حرقتك وانتي عايشة. هالمرة انتي نفدتي قاروهي، بس ما عاد رح تنفدي. خلص ما في داعي انكم تأجلوا حرقي هلا. انا ماني خايفة وعم بطلب اني موت. بكل الاحوال أنا خسرت كل شيء عندي، ليش لحتى خاف من الموت؟ الشخص الوحيد اللي كنت حابة أعيش كرماله هذا الشخص اللي خاني، لهيك علي الموت أسهل. شي حلو؟ واو، شو هالحكي الحلو هاد؟ يعني مو فارق معك إذا بتموتي؟ طيب خليني أنا فرجيك الموت. ديب! ديب إذا بتريد تتركني ساعدوني! ديب لك اتركني! يا ربي بتعرفي شو منيح اللي بقينا مع ديب. إيه مايا، كل ما بتصفي مع الشخص المنيح بتروح عليكي، بس مع الشخص السيء بتلاقي الرفاهية والمصاري والعز. حبيبتي حلو كتير. هذا هو الحكي الصح عن جد، كتير هيك. يا عليكي ديو. فيك انك تقتلني وتعذبني قد ما بدك ديب، بس ما رح افتح تمي ولا بحرف واحد. لنشوف كيف رح تفتح تمها وتحكي. قتلني إذا بدك، بس أنا عن جد ما رح أفتح تمي بحرف. أكيد رح تفتحي تمك، أنت بتخافي كتير من المحلات الضيقة ما هيك؟ وما في محل ضيق أكتر من هذا المحل. لا ديب 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 بترجعك طالعني من هون. يا قدير لسه لهلا ما رجعت اروحي، شو بيكون صاير معها هونيك هلا؟ بترجعكم افتحوا لي وطالعوني، بترجعكم افتحوا رح اختنق. ليكي أروهي، أنا ماني حابب أذيكي أكتر من هيك، لهيك قولي لي فوراً وين الكرت وخلصي حالك. صدقيني أروهي شو ما صار أنت بتضلي غالي علي وما بدي إياكي تتعذبي، لهيك أنا ما صار شي لهلأ. تقدري تنقذي حالك إذا بدك، بس إذا خبرتينا وين خبيتي الأدلة ومع مين. يلا أحكي. ليش كل هالعناد أروهي؟ يلا قليلي وين الأدلة؟ وإلا أنا رح كون مجبور
دخل مرت أخوكي وكمان دخل ابنها بهي اللعبة الوسخة. ديب، بس هن دخلوا باللعبة ومش الحال. يعني انت شو كنتي مفكرة؟ انك رح تخليهم يسافروا برات المدينة ونحن رح نقعد نتفرج؟ حبيبتي، اذا حضرتك حابة تشوفيهم وهن عايشين قليلنا وين حطيتي الادلة، وإلا رح أقتلهم بنفس الطريقة اللي قتلت فيها أخوكي، وما رح أرحمهم ولا لحظة واحدة. لا لا، بترجاكي لا تأذي مرت أخي ولا ابن أخي. ديب، هنن ما لهم أي ذنب اللي عم بيصير. ديب، أنا بترجاك لا تخليها تقتلهم أو تعمل لهم شيء. أروهي، أنا فهمان منيح يأسك بهي اللحظة. يا ريت لو بتقدري تستوعبي موقفي كمان. بس خلاص، قولي لي هلا وين خبيتي كروت الذاكرة أروهي؟ وإلا رح تخسري مرت أخوك وابنها، وكمان رح تخسري كل شي اليوم، كل شي. ديب، افتح الباب وطالعني بترجاك. خبتهم هدول. طلعوني من هون. عرفتوا وينهم؟ وين تكون خبتهم لحتى ما حدا عم يقدر يلاقيهم؟ خلصنا، بكفي بقى. لإمتى بدنا نضل هيك؟ عم نهدد شبيهتي ونقلها أنه رح نقتل مرت أخوها وابن أخوها. شكلنا مجبورين نشحطهم ونخليهم يشاركوا باللعبة غصب عنهم. وقتها شبيهتي رح تبلش تحكي منا لحالها مثل الببغاء أول ما تشوفهم عم يتعذبوا. المدام معها حق، ما فينا نهدد بدون ما ننفذ. لا تارا، نحن ما لازم نقرب على مرت أخوها وابنها. نحن سبق وقتلنا عالم كرمال تنجح هي الخطة. سوشان، سنايا وما بعرف مين كمان. اللي عم يصير معنا هلأ بسبب الأخطاء اللي ارتكبناها، وما منقدر نزود الضحايا أكتر من هيك. طيب، في عندك شي خطة تانية رح تخليها تفتح تمها وتحكي؟ اسمعيني يا تارا، رجعتي تستعجليني مرة تانية. ما في داعي نستعمل كل ورقنا الرابحة بنفس الوقت، فهمتي؟ وقتها ما رح نستفيد شي أبدا. أكيد هي رح تفتح تمها وتحكي، رح تفتح تمها وتحكي لأنه عم نهددها بعيلتها. فهمتي علي هلأ ولا لسه؟ بريت فيلا وين راح؟ انت وينك؟ رحت لعن مرت اخوها لاروهي، بس ما لقيت حدا. بظن انه اروهي حكي كل شيء لمرت اخوها. اسمعني، اللي انا خايف منه هلا انه تكون اروهي عطيتها كرت الذاكره وهي راحت على مركز الشرطه. نحن لازم نتصرف بسرعه لانه ما ضل معنا وقت ابدا. خلاص لهون وبس. انا هلا رح خلي شبيهتي تحكي كل شيء مخبيته عنا. ما حدا يحاول يمنعني لأنه ما ضل عندي صبر بالمرة. الحقوني لجوا. تارا استني، تارا. افتحوا لي، أنا مستعدة أخبركم. أنا بدي لكم وأنا خبيت الأدلة. خلاص افتحوا لي الباب، افتحوا. وأخيراً فهمتي
وحسيتي بالخطر يا حلوة، ما هيك؟ بسرعة قولي، وين خبيتي كرت الذاكرة؟ لأنه ما عندي صبر. احكي. ما رح احكي أي شيء غير لحتى تقليلي وين مرت أخي وابنه. وين؟ بترجاكي ما تعملي لهم أي شيء، لأنك إذا لمستي شعرة منهم ما رح خبرك عن الأدلة. وضعهم سيء هلأ، وعم بيصير فيهم مثلك، وإذا أنت حابة تنقذيهم من هالحالة قولي لنا وين كرت الذاكرة. يلا قولي، بدنا الأدلة الموجودة فيه. أنت عم تكذبي، أنا عرفتك منيح بكل هالمدة اللي سكنت فيها معكم، عم بتكذبي. أنا بعرف كتير منيح إمتى بتكوني عم تكذبي وإمتى لا، وهالمرة أنت عم تكذبي علي. لك قولي لي مرت أخي وابنه وينهم؟ إيه هنن مانن معنا، بس أنت اللي معنا صح؟ يا ترى مين اللي رح ينقذك منا؟ اتحركي! يلا انزلي لتحت! يلا انزلي! انزلي! إذا هي مفكرة حالة عنيدة، ما بتعرف مع مين عم تتعامل. ما بتعرف إنه أنا تارة وأعند منها بكثير. خلص ما بقى في مجال، اليوم رح خليها تحكي كل الحقيقة. طلعوا لي هالصندوق لبرا. انت شو عم تعملي؟ ما بقى ضل فيكي مخ. بكفي ديب، بكفي. ما بقى قدرانة اتحمل بالمرة، هاي البنت بتنفض مني كل مرة. بس هالمرة ما رح تنفض مني ابدا، هالمرة بدي احرقها وهي بالصندوق. وهيك بتختفي اروهي وبيختفي مع الدليل. انا بقول انه نحرقها، اذا هي بتختفي ما بيصير معنا مشاكل. تركي هاي ديب. هذا صوت سيارة الشرطة. شو عم بيصير؟ اجت مرت أخوها لأروهي ومع الشرطة؟ أهلا وسهلا مرت أخي، أنت عنا؟ ليش الشرطة؟ وين أروهي أحكي؟ أنت شو عملت فيها؟ مرت أخي افتحيلي أنا هون. مرحبا أستاذ، اسمي المحقق كيران شارما. هي متهمتك أنك أزيت أخت زوجها أروهي، وهلأ في مجال تقلنا وين هي المدام أروهي لو سمحت؟ حضرة المحقق بجوز تكون فهمان القصة غلط. أروهي مانا ضايعة، قرب عيد رأس السنة ونزلت على السوق تشتري غراض. كذب، كله كذب. حضرة المحقق، هذا الرجال أكبر كذاب، لأنه بده يلبسها لأروهي تهمة جرائم شبيهتها. ديب رايتشاند، هلأ كذبك ما راح يفيدك. اللي وين أروهي بسرعة؟ قالوا لي شو عملتوا فيها أنتو. حضرة المحقق بتمنى تصدقني، بظن انه صار سوء تفاهم وهي فهماني القصة غلط. بس من وين عم تطلع كل هالاصوات؟ الاصوات طالعة من هون. اسف بس كنت انا عم اشتغل شوي بالغرفة. شو ليش اجت الشرطة لعنا؟ بابا اسمع، ما بعرف شو بها مرت اخي، عم تتهمنا بشغلات كلها غلط. ريدي، انت كيف بتقدري تفكري بهي الطريقة؟ انت بتعرفي انه أروهي بحبها كتير، معقول اعمل فيها هيك رمال شبيهتها؟ مو معقول شو تفكيرك محدود؟ مالي مصدق كيف بتشكي فيني هيك. انت اللي تفكيرك محدود ومو انا يا ديب رايتشاند. انا بعرف انكم خبيتوا ولا أروهي بشي محل هون متأكدة.
حضرة المحقق، لا ترد عليه أبدا، هذا الرجال ذكي كتير. إذا بتريد فتش البيت اللي وين أروي؟ خلص بكفي ريدهي، ما بقى قادر اتحمل كل هاي الإهانات منك. حضرة المحقق، أنت بدك تفتش البيت مو؟ لكان يلا فتش، معك مذكر التفتيش؟ ما معي مذكر التفتيش. لا تقلي بس وشو بيعرفني، إذا ما معك مذكر التفتيش تقدروا تروحوا من هون. منيح الشرطة ما شافتها لأروهي، وإلا بريدفي أنت شو عملت؟ لا تكون قتلت أروهي. يا غبي فهمني أنت شو عملت؟ سكرت لها تمها كرمال ما تعيط، شو بعرفني إنه رح تعمل؟ بريدفي أنت كيف بتتصرف بهي الطريقة؟ يا ترى مع مين كروت الذاكرة؟ ولوين ممكن ياخدوا ولا هدول الكروت؟ بس لو أنا ما سكرت لها تمها كان صارت مشكلة كبيرة، لو إن عيطت كنا انحبسنا كلنا. مو معقول. يا ربي يا ربي من هالقصة. كتير منيح طلعت عايشة، شو كان معقول يصير لو ماتت؟ ماما عمته منيحة ما هيك؟ يا روح. حضرة المحقق شو صار؟ طلعت مذكرة التفتيش، خلينا نروح. ليكي نحن ما بنقدر نروح لهنيك لأنه لسه ما طلعنا مذكرة التفتيش كرمال نفتش البيت. بس أنا ما بعرف شو عم يعملوا بأروهي، إذا بتريد ساعدني. طولي بالك يا مدام روي، نحن فهمانين وضعك بس ما لنا قدرانين نعمل شي هلأ. لازم حضرة المفوض يوقع على الأوراق، وهلأ هو مسافر برات البلد ورح يرجع بعد 24 ساعة. 24 ساعة؟ بس لازم يكون في شي طريقة لحتى نقدر نفوت على البيت كرمال ندور على أروهي. إذا بدك هلأ أنا بقدم شكوى إنه أروهي ضايعة، وقتها رح تقدروا تطلقوا مذكر. ساعدني إذا بتريد، لا تتركني لحالي إذا بتريد. يا مدام رح يلزمنا مذكرة للمداهمة، وكمان رح يلزمنا توقيع مفوض الشرطة على الأوراق. لهيك مثل ما قلت لك ما رح نقدر نعمل شي غير لبعد 24 ساعة. آسف. شو هالقوانين تبعكم؟ بعد 24 ساعة رح نلاقي جثة أروهي هونيك صدوني. أنا خايفة كتير وما بعرف شو بيكونوا عملوا بأروهي. أروهي يلا فيه، بعرف إنك عم تمثلي علينا. فيه أروهي يلا أروهي فيه. بركي عن جد صاير لشي لأروهي. رح روح قله لديب إنه لازم نجيب له دكتور. يا ربي من هالقصة ما في داعي تجيبوا دكتور. خلاص أنا بقدر فيقها بالإبرة. إبرة؟ روحي على غرفتي هلأ بتلاقي إبرة وعلبة خيطان. إيه؟ جيبيه، رح نسخن الإبرة ونشكها فيها، وقتها رح تفيق فورا. يلا بسرعة. وين بدي لاقي الإبرة والخيطان بغرفتك؟ أنت جيبيهن وبهالوقت أنا رح جيب القداحة مشان نحمي الإبرة. إيه خلصنا بقى، يلا روحي. شو هالحكي الفاضي بريدفي؟ حابب تموت لتجيب الدكتور؟ بكل الأحوال رح يكون تأخر الوقت لبين ما يجي. هلأ نحن علقانين بمشكلة كبيرة وما عم أعرف كيف بدي أطلع من هالمشكلة. لك لوين راحت وين هربت؟
مو معقول، لسه هلا كانت هون؟ يعني وين بدها تكون راحت؟ أنا ميتة عايشة، تعالوا ساعدوني! ديب! أروي عايشة ديب! بريدفي روح روح امسكها، ما لازم تهرب، بسرعة! أروهي لا تحاولي تهربي، وإلا ما رح يعجبك الشيء اللي رح يصير. أروهي وقفي، أروهي. لازم نمسكها لو بأي ثمن. كنت عرفانة، كنت عرفانة إنها رح تهرب منا. قدرت تهرب؟ طبعا رح تهرب، اكيد ما رح توقف وتستنى لنمسكها. حدا شافها لأروهي وهي عم تاخذ كرت الذاكره شي؟ انا ما شفتها، ما بعتقد انها اخذت شي. ما كان معها وقت تاخذ شي. اثنيناتكم اغبياء وما بتعرفوا تعملوا شي مثل الخلق. معقول ما قدرتوا تقفلوا باب الغرفه عليها؟ هدول الجواز ما في منهم فايده ابدا ديب، لازم نخنقهم ونقتلهم هلا بهاللحظة. لا تارا، ما في وقت لنتقاتل بين بعض، لازم نفكر بطريقة لحتى ما نخليها لأروهي توصل لعند الشرطة. إذا راحت أروهي لعند الشرطة رح يجوا يعملوا مداهمة علينا بدون مذكرة ورح يقبضوا علينا كمان. ما رح خليها توصل لعند الشرطة حتى لو اضطريت أو سوقتها. لا بريدفي، ما بعتقد أنه أول محل رح تروح عليه رح يكون الشرطة، مستحيل. لوين بدها تروح إذا ما راحت على الشرطة؟ أكيد بدها تروح لحتى تطمن، عمرت أخوها وابنها قبل ما تروح لعند الشرطة. شو أعمل؟ روح على الشرطة قبل ما أروح على البيت؟ شو أعمل؟ لا، أنا لازم روح على البيت قبل، بدي أطمن على مرت أخي وابنها. وشو قصدك تقول ديب؟ إنه أروهي بتكون راحت لعند مرت أخوها على البيت يعني؟ بس مرت أخوها جابت لنا الشرطة لعنا على البيت، لهيك هي ما رح تكون موجودة ببيتها. أكيد رح تروح لعند مرت أخوها على البيت، بغض النظر إذا كانوا بالبيت أو لا. وإذا رح يكون معها كرت الذاكرة فوقتها أنا مرت أخي، مرت أخي. قفل. لا بتمنى يكونوا مرت أخي وابن أخي مناح، بتمنى ما يكون صاير لهم أي شيء، لأنه جماعة ديب مجانين. لا مرت أخي، مرت أخي وين كنتي ليلي؟ طمنيني انت منيحه، انا كنت خايفه كثير عليكم، فكرت انه ديب وجماعته عملوا لكم شيء وما قدرتوا تهربوا. انت خايفه علينا كل هالقد وانا اخذت الشرطه ورحت لعند ديب رايت شندال بيت.
كنت خايفة كتير بس ما لقيتك هنيك. ما بعرف شو اللي صار مرت أخي هنيك. مرت أخي هدول العالم حبسوني بقلب الصندوق. حاولت أني عيط كتير بس هنن سكروا لي تمي وما بعرف كيف قدرت أهرب. أنقذت حالي واجيت لهون دور عليكم أنت وابنك. ما عم صدق صايرين وحوش على الأخير. حتى الشرطة ما قدرت أنها تعمل لهم شيء. أنا خايفة خايفة لدرجة أني ركبت قفل على باب بيتي كرمال العالم اللي بتجي بتروح تفكر أنه ما في حدا بالبيت. مرت أخي ابنك وينه؟ ابن أخي منيح؟ طمنيني وينه؟ حبيبتي يا حرام ما عم بيوقف بك وما بعرف كيف قدرت. خلينا لقلك شو، خلينا نفوت على البيت من باب الوراني. تعي أهلين يا أروهي. بعد عنه. وقفي عندك. أنت شو كنتم مفكرين؟ رح تحطوا قفل على الباب وأنا رح صدق هالحركة؟ كنت رح فكر إنه ما في حدا بالبيت؟ قلت لك أكثر من مرة لا تلعبي معي. وأنت كل مرة بتتزاكي ست أروهي. فلهيك فكر منيح قبل ما تعملي شيء. لأنه هالولد الحلو حرام يموت. بترجاك لا تأذي لابن أخي. بترجاك اخرسي. حرامي في على صواتنا بس لا تخافي. خلص إذا عمته أروهي رح تعمل مثل ما بقلها وبدون أي حركات. وقتها ما رح أضطر أعمل شي بولد بريء وخليكي تندمي. فهمتي علي ولا لسه؟ ولا انتو حابين تخسروا للولد؟ بالنهاية انت طلعت محتال كتير كبير لي. لك انا بدي افهم كيف ما شفتك على حقيقتك الوسخة من قبل. كنت مفكرتك احسن واحد بكل العالم وبين كل الرجال. لانه انتي كنتي غبية. انا اللي خليتك تفهمي وتشوفي كل شي على كيفي. بس الحقيقة الدنيا ما انا هيك. الحقيقة شي تاني والشغلات اللي بتكون قدامنا ما منقدر نشوفها. حكيك طلع صح 100%. أنا غلطت غلطة كتير كبيرة بحياتي. ليكي يا أروهي رح تلاقي وقت كتير بعدين كرمال تندمي. لا تضيعي لي وقتي هلأ. قولي لي وين كرت الذاكرة. يلا بسرعة. أول شي وعدني إنك تتركه. بس أول شي لازم تعطوني كروت الذاكرة. لا أديب ما حذرت. أنا ما بوثق فيك أبداً. أول شي بدك تعمله إنك تبعد عن ابن أخي ورح أعطيك كل الكروتة. أروهي مو هلأ الوقت المناسب لتلعبي معي. وإلا مجبور أبعت الولد على المحل اللي بعتت فيه أخوكي. مو حرام لساته هالولد صغير لحتى يموت. ليك ديب أنا ما رح أسمح لك إنك تعمل أي شي. فهمت؟ عن جد؟ عن جد مثل ما قالت تارا رأيها فيكي. بتعرفي إنه أنت وحدة غبية كتير؟ أنت ما بتعرفي إنه ما فيكي تعيدي نفس الكذبة أكثر من مرة علي؟ لهيك خلي تهديداتك تبع لك شي لحالك. قولي لي وين كروت الذاكرة وإلا أنا رح أتصرف. وبتعرفي شو؟ لا ديب ديب إذا بتريد لا تأذي ابني. إذا بتريد اتركه. ليكي طلعي شو صاير فيها. شفقي على مرت أخوك شوي على القليلة. رح أعطيكي آخر فرصة. يلا قولي لي وين كروت الذاكرة ولا تضيعي وقت. وإلا أمي يلا بسرعة تعال بسرعة. برافو عليك. امشوا. أهلين. واحد تاني من هالعيلة. لوين رايح يا روحي؟ شو راح يصير بعمتك إذا بتهرب من هون؟ لا لا مفكرة حالك ذكية كتير؟ هلأ بدك تقولي لي وين كروت الذاكرة وإلا صدقيني رح تندمي كتير. اتركني عم قلك. لا ايه بريتفي قلي دي بطلع من عندك فورا.
المحقق لاكاشي قرب يوصل. شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوله؟ طيب مين قال له للمحقق يجي على هذا البيت؟ أنا اللي قلت له، لأني كنت بعرف كتير منيح، لأني كنت متأكدة إنكم رح تجوا تلحقوني على بيت أخي. المحقق الأكشيا رح يوصل بعد شوي لهون ورح يحطكم كلكم بالحبس، كلكم رح تروحوا على الحبس، وكل الأدلة اللي كانت معي وكل المؤامرة اللي تأمرتوها ضدي، كل شيء رح يصير مع الشرطة. ديب، فيك تقلي كيف رح تقدر تهرب هلأ؟ ما في معك غير 5 دقايق، فكر منيح شو رح تعمل بهالخمس دقايق. خمس دقايق بس، 5 دقايق بتكفيني صدقيني. يلا قلي لي وين خبيتي كروت الذاكرة أروهي؟ أكيد بتكون خبتهم بتيابة. دوري بتيابة، يلا لشوف. عم أسألك لآخر مرة، يلا قلي لي وين كروت الذاكرة أروهي، وإلا وقتها عن جد رح تندمي كتير. ما رح أقلك شي، ما رح أقلك وينهم حتى لو قتلتني. إذا ما رح تقولي، في طريقة تانية منقدر نعرف فيها؟ لا لا ديب، شو عم تعمل؟ انت جننت، شي اتركها لها يا ديب. لا بقى تحكي ولا كلمة، أحسن ما أضربك شي كف. أروهي يلا قولي لي وين كروت الذاكرة. قولي لي وين حطيتي كروت الذاكرة. اتركيني لك بعد يعني. أروهي أروهي، وين كروت الذاكرة أروهي؟ اتركها يا ديب، اتركها. ديب عم بتقولي تركتيهم هنيك، يعني موجودين عندي بالبيت؟ أروهي وين عندي بالبيت؟ قلي لي وين موجودين بالضبط؟ يلا أروهي احكي، أروهي قولي يلا. الشرطة. أروهي تذكري شغلة واحدة، نحن رح نروح هلا، بس هي اللعبة ما رح تخلص هون. المنفضة اللي مع المحقق لاكشي عليها بصماتك، بصماتك أنت بالذات مو تارة. فهمتي هلأ؟ أنت اللي رح تروحي على الحبس. هلأ خلونا نمشي. مدام رايتشاند، مين يلي عمل فيكي هيك؟ لو سمحت لا تقلي مدام رايتشاند أبدا. أنا اسمي أروهي، أروهي وبس، فهمت؟ أروهي. ما رح أخلي يلي عمل فيكي هيك يهرب مني أبدا.
شو هاد يا؟ وين رح تكون مخبيتهم؟ دي برايتشاند، اطلع لهون دي برايتشاند، وين ما كنت لا تحاول تهرب. الشرطة حاصرت القصر من كل الجهات. اليوم ماني بحاجة لمذكرة لحتى أقبض عليك، ولا بحاجة لأذن من حدا، لأنك حاولت تقلل من احترام وحدة مرة وعنفتها كمان، لهيك أنت هلأ رهن الاعتقال. حضرة المحقق يلا، وأخيراً إجتك الفرصة لحتى تقبض علي. طيب قلي شو هو شعورك هلأ وأنت عم تحقق أكبر أحلامك وتحط الكلبشة بإيدي؟ بحكي معك وبقلك بعد ما تنفذ الحكم، بعد ما تطلع من السجن، وقتها رح تعرف حلم مين تحقق، وبتعرف حلم مين يلي ضاع. امشي. وبعدين حبسونا كلنا بقلب الغرفة. لا كتير تنبسطي أروهي من اللي عم تشوفيه هلأ. كل شي بتشوفيه قدامك بهالدنيا ما بيكون حقيقة، والحقيقة لسه ما بينت. السجن مانو إلي أنا، السجن لإلك أنتي، وهذا اللي ناطرك. رح شوفك عن قريب بهذا المكان. وهلأ بخاطرك، حضرة المحقق انت شو عم تعمل؟ ليش عم تشيل الكلبشات؟ حضرة المحقق اذا بتريد لا تفتحون هلأ بيهرب. خلاص اروهي لا تخافي، ما رح يقدر يتحرك وانا موجود معك هون. ليكي شوفي شو صاير فيكي، شوفي شو عملتي بحالك اروهي، مبين من شكلك انك جوعانة. اليوم بواب بيتي رح تنفتح قدامك، روحي على البيت وغيري ثيابك وكلي لك شي لقمة. حضرة المحقق خده من وشي. امشي. ما حدا قدر يهرب من الحب أروهي. بتعرفي الحب شي بشع كتير، بيعلق شخص من الطرفين وبيحط الشخص التاني جوات الحبس. الحب ما نسهل أبدا، الحب هو النار اللي بتحرق الشخص اللي أنتي بتحبيه يا أروهي. أنت كمان رح تحترق دي برايتشان، رح تحترق كتير، بس صدقني مو بنار الحب، رح تحترق بنار الكره. أنا مستحيل سامحك بحياتي كلها أروهي.
روحي على البيت وارتاحي شوي. موتو؟ نعم سيدي. دبر لهم سيارة تأخذهم على البيت. حاضر سيدي. لا لا تخافي من هذا الإنسان، ما بقى رح يقدر يأذيكي هلأ. روحي على البيت وأنا رح أحط حراسي قدام الباب كرمال تكوني مطمنة. تصبحي على خير يا حلوة. تصبح على خير حضرة المحقق. خلينا نشوف شو التحديات والمشاكل اللي رح تطلع بطريقنا بكرة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.